بسم الله توكلنا عليك يا رب. كله يجمع معانا كده وكله يصلي على الحبيب النبي محمد. النهارده يا جماعه معانا دبابات زي ما احنا متعودين معاكم، معانا البيور، معانا الخليط الانجليزي عم وليد، وكل واحد الله وصلي على رسول الله. وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه اول جمعه في شهر رجب. كل سنه وحضراتكم طيبين والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب، وسنه سعيده عليكم وعلى الامه كلها يا رب العالمين. النهارده يا جماعه بقدم لكم 7 دبابات النهارده من 220 ل 230، ومعانا الاعمار يا عم وليد بتبدا من 12 شهر 13 شهر. كل يصلي على الحبيب النبي محمد ويصلي على الرسول وكل يجمع معانا. مثلي كل اللي معانا على البث يا وليد، مثلي على الجيزه، مثلي على الفيوم، وابدا ببسم الله كده وقول توكلنا عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، سيد الخلق، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. هنا من داخل مزرعه الحاج سالم ابو محمد من قريه عرب ابو ذكري، مركز اوسنا، محافظه المنوفيه. ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال ويبارك لاصحاب النصيب. كل الرجاله اللي معانا كده على اللايف تدعمنا بلايك وشير، وصلوا معانا على الحبيب المصطفى عشان بفضل الله معاكم كل يوم في جديد وجديد بفضل الله. عم سليمان صباح الفل يا عم وليد، ومثل على كل المتابعين معانا، الناس المحترمين، الناس اللي بيستنونا على طول ودايما بنقدم لهم الحاجات النظيفه، السلالات اللي بص اللي راحت عليها. لا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، مال من المال الطيب. بسم الله ما شاء الله، معانا الخليط الانجليزي، خليط البراون، تبارك الله، معانا البلجيكي الفريزيان، بسم الله ما شاء الله، تبارك الله. كل واحد الله وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا كم عجل يا عم سليمان؟ معانا 7 ذكور يا عم وليد، بيبدا موازينهم من 220 ل 230. تمام. وكل واحد الله وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلي على جميع محافظات مصر، مثلي على الفيوم يا وليد، مثلي على المنيا، مثلي على بني سويف، مثلي على الاقصر، مثلي على اسوان، مثلي على سوهاج، على جنة، على نادي حمادي، على الجليوبيه، على الغربيه، على الجيزه، على جميع محافظات مصر. كل اللي شرفونا النهارده وامبارح احنا خدامينكم، والمزرعه مزرعتكم. معانا رقم التليفون يا عم وليد، اتفضل يا ريس. 012 012 2 2 03 03 17 17 361 361. واحنا خدامين الناس كلها يا عم وليد النهارده. بسم الله تبارك الله، من تحت ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال، خش بقى على البلجيكي ده ويبارك لاصحاب النصيب. بسم الله ما شاء الله، تحويل يا عم وليد معاك كيلو ونص في اليوم، ربنا يبارك يا رب، تحويل كيلو ونص بالصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك. اتفرجوا معانا يا جماعه كده يا جماعه، النظام، البيام الملفوفه يا جماعه، النظافه، ربنا يبارك يا رب، الفتحات من ورا. اللي يشوف المال ده يا جماعه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا خدامين الناس كلها وعمرنا ما زعلنا حد، والمزرعه مزرعتكم يا جماعه والبيت بيتكم. تمام. النهارده السبعه دول اسعارهم من تحت، بس انا عايز كله يجمع بالله عليكم كده وكله يعمل لنا لايكات واشتراكات معانا للفيديو. تبارك الله. معانا محمود، من محمود مصطفى، بقول لك محمود الخطاطبه بيمسي على الحاج سليمان، احسن راجل جدع. احلى مسا عليك يا عم محمود، الراجل ده راجل محترم وكان عندنا امبارح، واحنا خدامينك ومثيل على الخطاطبه كلها عشان خاطرك يا عم محمود. على دماغنا يا عم محمود وعلى دماغ الخطاطبه كلها عشان خاطرك يا ريس. اسحب لي خطوه كده يا عم عمر، الله يبارك لك. اسحب كده واحد الله. بسم الله تبارك الله. قوات يا عم وليد، تبارك الله، مال من المال الطيب. بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا معانا كده يا جماعه على الفتحات وعلى النظام والصنافه. بسم الله ما شاء الله. بص واحد واحد لازم نمتع المال يا جماعه. الكاميرا الكاميرا والله ما مديه البهايم حقها. بسم الله ما شاء الله. شوف الفتحه، ركز. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. كل واحد الله يا جماعه وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده بنقدم لكم، هنقدم لكم ان شاء الله اسعار من تحت، واحنا تحت امر الناس كلها وباذن رب العالمين. هنقدم لكم من تحت النهارده المزرعه دي المصداقيه والامان. بسم الله ما شاء الله. بص الفتحه، بص النظام، تبارك الله، ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال. النظافه يا جماعه، البهايم الملفوفه، الوش السمح، ربنا يبارك يا رب، احلى واعلى السلالات. هنا من مزرعه الحاج سالم يا جماعه، بهايم في تخصص الذكر فقط لا غير، تخصص الذكر البقر فقط لا غير. بسم الله تبارك الله. يا راجل ما بتجيبش غير النظيف يا وليد، الحاجه الحلوه حلوه. الحاج محمود بيرد عليك تاني، بيقول اقسم بالله انضف راجل. الله يديك الصحه يا عم محمود، والبيت بيتك واحنا تحت امرك، واي حد جانا على دماغنا من طرفك يا عم محمود، والبيت بيتك في اي وقت. تمام. مثلي على جميع محافظات مصر يا وليد، على كل اللي جانا النهارده وامبارح احنا تحت امره. كل البيت بيتكم يا جماعه، وبص النهارده السبعه دول من تحت. كل محافظات مصر على دماغنا من فوق، وكل اخواتنا المغتربين اللي بتدعمنا
على دماغنا من فوق يا جماعه، اذا كانوا في الدول العربيه او في الدول الاوروبيه على دماغنا من فوق. بسم الله تبارك الله. اتفرجوا معانا كده يا جماعه تاني واحد واحد كده. بسم الله ما شاء الله. اسحب لي بعد اذنك يا عم استمع العجل ده كده. حل يا عم عمر كده، الله يبارك لك العجله ولا انت كده. عايز المتابعه كانه معانا النهارده. ايوه ده اللي احنا عايزينه رايي زي ما عودنا متابعينا. ما بنجيبش بال 150 نلخبط الناس. تمام. انا واحده واحده عشان اخلي الناس تاخد خلفيه على كل حاجه. تمام. اسحب لي كده يا عم عمر كده واحده واحده بعد اذنك ما تجريش. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا يا جماعه النظام عامل ازاي. بسم الله تبارك الله، ربنا يبارك يا رب. مال من المال الطيب فاتحه يا جماعه. تعالى شوف الريح. بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا يا جماعه معانا كده يا جماعه تبارك الله تبارك الله. دبابات بسم الله ما شاء الله. هجيب لكم بقى من العيد اللي تطلع معاكم. شوفوا يا جماعه الرقبه عامله ازاي، سلسله العجل من تحت يا جماعه. بص بص بسم الله تبارك الله. مال من المال الطيب. بسم الله تبارك الله. لا اله الا الله. بقدم لكم بهايم العيد، اللي عايز يضحي النهارده احنا خدامينه. تمام. خدامين الناس كلها. بهايم على العيد تطلع 600 يا عم والدي باذن رب العالمين. بسم الله ما شاء الله. باذن الله. الله ينور عليك يا ريس. خدامين الناس كلها، وباذن الله كل يوم عندنا جديد وجديد باذن رب العالمين. زي ما المتابع احنا معودين على الجديد باذن رب العالمين، بس اطلب منكم خدمه لله. فضل. تشتركوا معانا في القناه ولايكات عشان كل يوم عندنا جديد باذن رب العالمين. كله يا جماعه ادعمنا بلايك وشير. اللي بعده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله تبارك الله. يا جماعه المغتربين يا وليد في السعوديه وفي الامارات وفي الكويت وفي جميع الدول الاوروبيه والعربيه. احلى مسا على كل اخواتنا المغتربين، الناس اللي المحترمين دايما على طول ومتابعين، الناس اللي بيدعمونا يا جماعه على دماغنا من فوق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مال من المال الطيب. بصوا يا جماعه العجل عامل ازاي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. ده اللي اتفرجنا عليه يا جماعه اللي كان تاني. عدل كده يا عم عمر التاني كده بعد اذنك زقوه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مال من المال الطيب. نظافه النظام. سيبوا عمر زي ما هو، سيبوا سيبوا اعدوا لي بس كده. بسم الله ما شاء الله. الفتحات يا جماعه، الصنافه، النظافه، النظام تبارك الله. يعني ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال ويبارك لاصحاب النصيب. ده ثالث واحد معانا اهو. بسم الله ما شاء الله. النظافه بتاعته يا جماعه الرابع ده اتفرجنا عليه برضو. ادي لي كده عمر برضو الرابع. بسم الله ما شاء الله. فتحه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ما بنجيبش على النظيف يا وليد. بسم الله تبارك. ده بالعنوان عم سليمان تاني. عم سليمان الله يبارك لك. عرب ابو ذكري، مركز اوسنا، محافظه المنوفيه، مزرعه الحاج سالم ابو محمد ابو سالم. اسال عليها في عرب ابو ذكري يا جماعه، واحنا خدامين اي حد يشرفنا وياخد مننا اي حاجه احنا تحت امره، وعمرنا ما زعلنا اي حد يا وليد اقسم بالله. وما بنجيبش على العجل النظيف، النظيف تحويله سريع. تمام. عشان العلفه غاليه والدنيا غاليه، ما كنتش تجيب حاجه تحويلها سريع ما تشتريش خالص. صحيح. ما هي العجول مش بالكوم، في عجل تحويله ما يحولش معاك نص كيلو وياكل معاك ب 50 60 جنيه. تمام. في عجل معاك يحول كيلو ونص في اليوم. هي مش بالكوم. صحيح. مش بالكوم. في عجل ياكل ب 50 يجيب معاك 70، في عجل ياكل ب 50 يرجع 20 ورا. صحيح. ما تفرحش، العمليه كلها مش بالكوم. تمام. ركع لفه العجل وصنف العجل. لان كل حاجه يا جماعه دلوقتي بفلوس، الحلو بفلوس والوحش بفلوس. فكده ما دام ده بفلوس وده بفلوس اشتري نظيف وريح نفسك. الفرق الحلو من الوحش هي عشوه ليله. تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الحلو والوحش كلها. ربنا يبارك يا رب. مش كتير. ادي لي كده يا عم سليمان رقم 6. بسم الله ما شاء الله. شوف الفتحه وشوف النظام تبارك الله. والله لمتع الناس على العجل ده. بصوا يا جماعه فتح العجل من ورا. بسم الله تبارك الله. يا عمور اسحب كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. واحد الله كده. لا اله الا الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا معانا كده يا جماعه. بسم الله. اقف كده يا عم عمر. مصاطب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والله ما بنجيب غير الحلو، رزقنا على الله. الحلو حلو يا رئيس طبعا. رزقنا عليك يا رب الاول. بصوا يا جماعه الفتحه يا جماعه تبارك الله. مال من المال الطيب. الفتحه معاك متر. بسم الله ما شاء الله. بص عامل ازاي. بسم الله تبارك الله. شوف الفخذتين. بصوا يا جماعه العجل عامل ازاي يا جماعه. يعني عجلين في بعض بصراحه يعني. بسم الله ما شاء الله. بص يا وليد احنا في شراكه العجل ما بنجيبش غير العجل الشبعان. تبارك الله. تمام. العجل اللي شبعان بيضل تحويله سريع معاك، الشبعان بيضل شبعان على طول. تمام صح كده. لكن الجعان بيضل جعان حتى لو بقى ايه، حتى مهما تاكل فيه مش هيدي لك صحيه. تمام. اما الشبعان تحويله سريع ومعاك على طول سريع. الله ينور عليك يا عم سليمان. تحت امر. والسعر يا جماعه النهارده من تحت في ظل الاسعار المرتفعه، واللحمه بقول لك ب 110 وب 105 والكلام ده. ربنا يعديها لك خير. النهارده بنديكوا اسعار من تحت. تسلم يا رب. اهم حاجه الراعي ضامرنا في شغلنا، والراعي ضامرنا مع الناس وما نكومش على الناس، نرضى بقليلنا عشان العمليه تمشي. تمام. ما تكومش العمليه، الناس مش مستاهله اصلا. ربنا يسترها ويعديها لك خير. ربنا يا رب يسترها يا رب مع الناس كلها يا رب، ويا رب يكف عنا وعنكم شر المرض. اهم حاجه في القصه دي كلها. خش معانا على السعر.
خش اتفرج على السبعه بس بعد اذنك يا مستر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. رقم سبعه يا جماعه. خش بقى عديه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الفتحه يا جماعه. نظام تبارك الله. مال من المال الطيب باذن رب العالمين. بسم الله ما شاء الله. السبعه يا جماعه ما حدش هيصدقه واللي عايز يحجز. بسم الله ما شاء الله احنا خدامينه. تبارك الله. مال من المال الطيب. ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال ويبارك لاصحاب النصيب. بسم الله ما شاء الله. شويه دبابات يا جماعه من العيار الثقيل. بهايم عايزه الاوضه تزق فيها. بهايم ملفوفه لف فتحات نظافه. بهايم بص اعلى السلالات واعلى الاصناف بصراحه. الحمد لله زي ما احنا متعودين مع المتابعين ان نجيب لهم الصنف الحلو والبهايم اللي بتزيد تحويلها سريع. فاضل على العيد بالظبط اربع شهور وكل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيب يا لازم نجيب الحاجه النظيفه اللي تحويلها سريع. البهايم اللي ما تصفيش معاك ده. تمام. الملفوفه اللي تصفي معاك 65%. عجل مش مربي كرش. 65% بتصفي معاك. بهايم ملفوفه يا جماعه تبارك الله. بتصفي بنص بنص. تمام يا عم سليمان. ما تجيبش العجل اللي بيصفي النص بنص ابو كرش ده يا وليد. تمام يا عم سليمان. نجيب العجل الملفوف اللفه زي مصطبه لوح واحد كده. تسلم يا ريس. واحنا خدامين المتابعين. طب رقم التليفون تاني بعد اذنك. 012 012 2 2 03 01 7 1 7 361 361. واي حد يا جماعه شرفنا هنا واي حد خد مننا اي حاجه احنا تحت امره والمزرعه مزرعته وكل محطات الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. مال من المال الطيب يا جماعه. شويه دبابات من اعلى السلالات. اعلى السلالات واعلى الاصناف. تبارك الله تبارك الله. ربنا يحمي. الحمد لله رب العالمين. يعني اسس مزرعه وابدا مشروعك باعلى الاصناف واعلى السلالات. تيجي قريه عرب ابو ذكري اسال على مزرعه الحاج سالم ابو محمد ابو سالم. تمام. في جماعه موقفين ناس على اول الجبل وهنا وهنا يقول لك دي مزرعه سالم. احنا مسؤولين يا باشا يا جماعة اللي احنا ملناش دعوه بحد. كل الناس عارفه نفسها جايه لمين وجايه على ايه. احنا يا جماعه مش مسؤولين عن اي حاجه خارج المزرعه. هي المزرعه دي يا جماعه احنا مسؤولين عنها في اي حاجه والمزرعه فاتحه بيبانها للناس كلها يا عم وليد. يعني قبل ما تخش البلد رن على المعلم سليمان لو كنت جاي له او رن على اي حد انت جاي عليه. رن عليه هو يستناك. قول له استناني عند اول البلد. معاك رقم انا بقوله لك دلوقتي بقي وفي رقمين اتنين بحطهم على الشاشه. تمام. رقم مقفول رن على الاثنين التانيين واحنا تحت امر الناس كلها. واحنا مش عايزين حد ينضر ولا حد ينضحك عليه. تمام يا عم سليمان. الناس كلها على الله وما تعرفش الجنيه بيجي ازاي. ربنا يعلم بالناس صحيح. خش بقى على السعر واحد الله وصلي على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال ويبارك لاصحاب النصيب. خش على السعر يا مدير. خش على السعر. احنا تحت امر المتابعين اللي بيتفرجوا علينا وبيعملوا لنا لايكات واشتراكات على دماغنا. السعر ده يا وليد هنقول على 27 زي الناس ما بتقول والفيديوهات وكل الناس تسمع الفيديوهات قبل ما تيجي عندي. بس انت عودت متابعينك عم سليمان على الدغري وهم اللي عارفينه عنك كده. ما بنقولش الكلام ده ولا بنقول ب 26 ولا الكلام ده. السبعه دول مدربين يا عم وليد ب 165,000 مدرب عجلهم 23,500 وكل واحد الله وصلى على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله. تاني, وليد. تاني بعد اذنك عم سليمان كده عشان انت خدتنا على السريع. 165,000 سعر السبعه. مدرب عجلهم 23,500 سبع بهايم سبع عجول اه ب 165,000. تمام يا عم سليمان. مدرب الذكر بتاعهم دول كره مش نوت يا وليد. تمام. اكد على الكلمه دي الناس تحسبه نوت. تمام يا عم سليمان. دول كره بسم الله تبارك الله. بصوا يا جماعه اتفرجوا معانا يا جماعه النظافه والنظافه. مش جاي عشان نرخص السعر. بسم الله ما شاء الله. كلهم ذكوره تبارك الله. بص من تحت اصناف وسلالات يا جماعه. بسم الله تبارك الله. يجيبوا لك سبع ذكوره وانتايا عشان نرخص السعر. ما تنساش الكلام ده. تمام اهو كله ذكوره. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السبعه كلهم ذكوره. بسم الله تبارك الله. ب 165,000 يا وليد. حي على الفلاح. واللي عايز يحجز رقم التليفون تاني برضه. تمام. 012 012 2 2 03 03 17 17 361 361. اي حد عايز يحجزهم يا جماعه تحت امره. معاكم رقم البوديفون كاش وكلموني في اي وقت واحنا خدامينكم والبيت بيتكم. تسلم يا ريس. كل سنه وحضراتكم طيبين وجمعه مباركه على الامه كلها يا رب العالمين. شكرا يا عم سليمان. تحت امره. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. سبع بهايم من العيار الثقيل. سعر السبعه يا جماعه 165,000. متوسط سعر عجلهم 23,500. كله يا جماعه يدعمنا بلايك وشير ويصلي معانا على الحبيب المصطفى عشان بفضل الله كل يوم هتنتظرونا في الجديد والجديد بفضل الله. مال وسلالات ونظافه من مال الطيب يعني. بسم الله تبارك الله. شكرا لكم يا جماعه على حسن استماعكم. كان معاكم اخوكم وليد ابو سالم من قريه عرب ابو ذكري مركز اويسنا محافظه المنوفيه. ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال ويبارك لاصحاب النصيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.